صبري ال 100 هدف في كاس امم افريقيا اعتقد عدد كبير من المنتخبات. صحيح، مصر بتتربع طبعا على عرش المنتخبات المسجله في البطوله، 168 هدف، فرق كبير حتى عن اللي بعدها منتخب كوت ديفوار. احنا كنا لسه بنستعرض ارقامه وبنستغرب ان هو حقق بطولتين بس، 143 هدف في تاريخهم في البطوله. ليه الناس كانت شايفه ان غانا هي الاقرب، ولا يمكن عشان غانا هي الاقرب حاجه اخذ اربع بطولات؟ بالظبط. الناس بتقيس بعدد البطولات. الكاميرون 137 ونيجيريا 137، ممكن يفضل الاشتباك في النسخه دي يعني. وغانا 133 هدف، لكن كمان في منتخبات منتظر ان هي تدخل القايمه دي في البطوله دي. تونس 99، تونس 99 هدف، والجزائر 94، ودول هم اقرب فرقتين. ممكن الجزائر يعني لو سجلت 6 اهداف في دور المجموعات او لو كملت في البطوله بعد كده هتبقى فرصتها كبيره. تونس هدف يعني هي اقرب بكتير يعني جدا ان هي تدخل يعني اقرب بكتير جدا ان هي تدخل هذه القائمه. لكن برضو القائمه دي بتوضح لك قد ايه منتخب مصر قيمته كبيره قوي في البطوله دي. معدل تسجيل اهداف احنا كبير جدا، يعني الفرق الجاب كبيره قوي ما بين المركز الاول اللي هو منتخب مصر وما بين كوت ديفوار في المركز الثاني. البطوله دي احنا عندنا فيها ارث عظيم جدا، اتمنى ان احنا نحافظ عليه في البطوله دي يعني.